هنا ربما القطرة اللي أفاضت الكأس على الأقل بالنسبة لي أنا بصفة شخصية. أنت بكري جبت لي على شفيق جراية، هو ماهوش موضوع شفيق جراية بصفة شخصية، إنما الحملة هذه على 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 الفساد بصفة عامة. وقت اللي نسمع ما ريتش بعينيا، وقت اللي نسمع وأنه أحد الموقوفين في في الإقامة الجبرية بتهمة الفساد هذا واللي وفر سي أحمد المدب خليني نسميه يقولوا له خراب السوق في تطاوين، اللي موفر التويوتا برادو للمعتصمين، وقت اللي نسمع اللي كان يتردد بصفة دورية على مقر الحزب المركزي بالبحيرة ويقولوا لي في المجلس وأنه كان يتردد بصفة دورية كذلك على مقر الكتلة في الحزب، هنا ما عادش مشكلة متاع عدم كفاءة ومتاع ما ناش قاعدين ننشطوا، هنا ولا الأمر خطير. الناس اللي تتآمر على أمن الدولة في تطاوين وفي الكمور تتردد على مقر الحزب بالبحيرة ومقر الكتلة، هنا ولا الأمر أخطر من ذلك. أنا شخصيا ما نحبش نتورط في الموضوع.